مرحبا مرحبا بك. عسلامة. الله يسلمك. لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله. عرفونا عليكم. انا بخدام من الجزائر. قلت الوردي تبسة الجزائر. اول مره زياره تونس؟ لا مول فنجي. انا اول مره جاي بنعالج ان شاء الله باذن الله. مش سياحه ماني داخله، سياحه علاج في زوج. نظرتكم للعلاج في تونس؟ ما زال ما بداش. هو جاد هز كما نقولوا احنا موعد، الموعد مازال من بعد شويه ساعتين ان شاء الله نروحوا. مازال ما شكون نصحك بانك تجي لتونس؟ ما نصحني حتى احد، انا بنت لي وحدي. شد نتبع في تونس، قالوا تونس طب مليح في تونس، قلت نضرب دوره نشوف. حد الان مازال ما حتى نشوف عاد باه نعرف. ما زلت ما بديتش في العلاج؟ مازال. اصدقاء انتوما هكا؟ هي اصحابي. نعم اصدقاء. انت اليوم وقفت معاه وجيت معاه؟ اكيد وقفت معاه وجيت معاه، ولازم نوقف معاه باش نشوف طبيب وكذا ونقوموا بالواجب كامل. وان شاء الله ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. نعرفوا الاصدقاء وقت الشده. أكيد وقت الشدة، هي كم يلقينيش الوقت هذا يجي عندي ونجي معاه لهنا البسكويس، كنا بعيد علينا واحد 1000 كيلو، يجي عندي لتبسة ومتبسة هنا نجيبه هنا، بس كان احنا ما منطقة حدودية تبسة. هي باش يجيبوه هنا للطبيب، ومنها سياحة ومنها يشوف البلاد ويشوف تونس وكذا، ولعل نهار أخر يرجع وحده. خاصة أنه أنت جيت قبل معناها لتونس، عندك فكرة؟ عندي فكرة. هي جيت قداش المرة؟ كنت نجي ساعة لتونس، سوسة، منستير، ندور المهم الكيف تعرف الولايات القريبة كلها قفصة ندوروا فيها نحن. هذا ما كان كي نحكيو على الصحة، أهم حاجة في الحياة هي الصحة. هذه الصحة، الصحة هي كلش، تخطيك الصحة تخطيك كلش. الصحة مكانش كيف الصحة. برشا عبيد يقول لك صحتي تنجم نعوضها بالفلوس، تقدري تقولي هكا؟ شنو رايك انت تعوض صحتك بالفلوس؟ لا الصحه هي كلش، فلوس يجوا ويروحوا، بصح الصحه لا راحت ما تعاودش ترجع. كلا الطب ما كلا تونس لا الجزائر، الصحه هي كلش. مثلا انت تعب على خاطر صحتك معناها مش لاباس؟ تعب بزاف، ما تقدر تقولي مانيش لاباس، والحمد لله الحمد لله باني براضي هذا الشيء الحمد لله، وكلش بالامر تاع ربي. ما مرات كيف تشوف حالات اخطر من حالتك؟ نقول الحمد لله يا ربي، احمد ربي صباح شيا الليل، الحمد لله يا ربي. الصحه هي نعمه بالطبيعه. هذه حاجه بين نعمه، بصح يقول لك اللي يحبها ربي يبتليه، احنا نديروا كلش زعما أمر تاع ربي، نتوكلوا على ربي ونقوموا بغى ربي الصحة بغاش ربي. كل مرة الحمد لله، قولوا الحمد لله هذا مكان. في شدك هذه عرفت شكون اللي وقفوا معاك وشكون اللي بعدوا عليك؟ في هذيك واش تعرف؟ يقول لك كلش تعرف هنا. شنو اللي عرفته أنت؟ تعرف اللي يوقف معاك، تعرف اللي ما يوقفش معاك، وحدك تعرف. يقول لك الصحبة هي مواقف ماشي مواقع. هذه هي. عرفت ان هم اصحابك الحقيقيين وان هم اللي؟ ايوه عرفتهم بزاف. كيفاش تعاملت مع الاصحاب كيفاش مزيفين؟ تعامل معهم عادي زعما نورمال، ما تحكي معهم عادي يعني؟ كي معاهم مبين لهم كامل، ما مبين لهمش عادي نورمال. بساوي كيما يقولك لي في القلب في القلب. خليها في قلبي وصي. فما عباد غيظتك منهم؟ موجوع منهم؟ ماني موجوع منهم والو، امر تاع ربي هذا، ماش باغي هو يداويني ولا كلش بيزيد ربي، ماني موجوع منهم عادي نورمال. جبر الخواطر يعني؟ عادي نورمال، ما عنديش معاهم مشكل. نورمال عادي يقف معايا، بصح اللي يقف معايا ونحطه فوق راسي ما ننساش خيره، دي باينه عادي. مثلا صاحبك هذا؟ ما ننساش، وقف معايا وقفه تاع الصح نيشه. خويا شو تعدو خويا ماشي زعق على المباشر كيما هكذا، قول له بارك الله فيك زعما ما ننساش خيرك. فما شكون كنت تتوقعوا انه باش يقف معاك وما لقيتوش؟
كاين بزاف كلمه يقدر شو كاين اللي يقول لك هاك هاك هاك. فما شكون اللي يحكي والفعل ما فماش؟ كيفاش فما شكون اللي يحكي بالكلام والفعل ما فماش؟ فيها بزاف هادي، كاينين بزاف كيما هكذا، فئات بزاف كيما هكا. زعما ساكي تشوف سواء كيما تقول تشوف فيه كيما تميزه باللي يدير الخير ما يديرش الخير، يقدر ما يقدرش. هادي انسان كي يمرض ولا تصير معاه حاجه خايبه ما يتمنهاش لغيره بطبيعه. باينه باللي ما يتمنهاش لغيره، كي يحس بها يقول لك ما يحس بالجمره غير اللي كوات، كي يحس بها هو صح ما يتمناش حتى للعدو، ماشي حتى لغيره، للعدو ما يتمنهالوش. فما شكون يتشفى فيك معناها و... كيفاش؟ فما شكون معناها يتشفى فيك؟ يعني يتشمت فيك؟ لا ما كاينش من هاد. زعما تاع يهضر معاك بطريقة ما منهاش لا. لا لا. ما نأذوش بعضنا. ما ينجمش زعما يحكي هضره كيما هكا طايحه ما فيهاش. نعرفوا انه زاد المرض ما يعايروش بيه. باينه هادي مرت عربي هذا كيفاش تعاير بيها، كي تعاير بيها سبيت ربي سبحانه. تقدرش كيف ما قلت انت المرض هو ابتلاء. ابتلاء تاع ربي. علاش انا زعما نقول لك زعما نعاير اكون واش يعني سبيت ربي؟ هذا ابتلاء تاع ربي ما وكلها وعقليته كلها كيفاش يدور كيفاش. ما انت صابره على الابتلاء هذا؟ صابر الحمد لله. عندك امل انه فما حل شفاء؟ عندي امل ومتوكل بربي سبحانه، كلش بربي. ما عندي امل، علاش ما عنديش امل؟ عادي. مسو وقفتك معاه مهمه ليه كيف ما كان يحكي؟ هي مهمه صح، ولكن انا نشوف فيها مادام رانا اصحاب وفي منزله تاع الاخوه ماهيش مزيه، لازم نوقف معاه في الوقت هذا، وخاصه هو بعيد ياسر الحدود، لازم نجي معاه باش نوصلوا للبلاصه اللي راهو حابها هو، الطبيب اللي يحتاجه هو، ولازم نصبر معاه لانه هذه هي الدنيا. صاحبك لازم توقف معاه وتصبر معاه، واذا صاحبك ما لقيتش وقت الشده ما يسمى ماهيش صاحب. لو انت مثلا تصبروا وتقول له نصبروا هنا ونقول له اصبروا بشوي وكذا وان شاء الله فيها خير، ولعل ان شاء الله ترتاح من هنا نتهنى وكذا كذا، لازم نهضر معاه في الامور هذه. هي نعم نتمنوا لك الشفاء ونخلي لك كلمة الختام. إن شاء الله ربي الله يحفظكم والله يحفظ لهم واقفين معايا و زيدة. ربي يحفظكم إن شاء الله، يعطيكم الصحة وربي يعاونكم. تحية من الجزائر وتبسل كل أهل تونس إن شاء الله.